انت مع ام ضد السهر الليلي؟ بصورة عامة ما احس اي شاب من حقه يروح يسهر يتونس بحياته، ليش لا؟ يعني مع؟ اي مع. تمام. يقال والعهدة على القائل انه آية تعمل في نايت ليلي. لا مستحيل هذا الشيء، مستحيل، مو غلط، مستحيل من الاساس يعني، لان ماكو سبب يعني. حتى لا اي بنيه محتاجه ماده تقدر تشتغل هوايه شغلات، مو الا تروح انه تشوه سمعته بهذا الموضوع. يلا يعني انت مع السهر بصوره عامه؟ اي احد يريد يسهر شو عليه يعني، خليه يروح يتونس يعيش حياته. انا اقصد انت شخصيا ما لي شغل بالعالم. ها اني لا ما اسهر، يعني ضد السهر. اني ما اسهر. انا سالت السؤال واضح. ايه انت مع ام ضد السهر؟ مع نفسي لو مع للناس. نفسك؟ لا ضد. ها ضد. أيه. بس للناس عادي؟ اي عادي، مو من حقك تقولين للناس عادي. لا عادي.